حوالي أسبوع من تنظيم حملة نظافة واسعة النطاق في الدار البيضاء من قبل جمعية مغاربة ونفتخر، عودة اليوم إلى مجموعة من الشوارع التي همتها هذه الحملة للاطلاع على التغيير الحاصل في سلوكات السكان والمارة من هذه المناطق. رافقنا شباب الجمعية في جولتهم التفقدية والتحسيسية في الوقت نفسه. كاين المناطق اللي استجبوا للمبادره وبقاو محافظين على الاماكن اللي نظفنا، وكاينين بعض المناطق اللي ما تفاعلوش مع المبادره ولقينا الازبال مرميه فيهم، وحنا كشباب مغاربه ونفتخر مازال مستمرين، واليوم جينا باش نديروا هذه الحمله التوعويه من اجل ترسيخ ثقافه النظافه عند سكان مدينه الدار البيضاء، ومازال ان شاء الله غادي نعاودوا نرجعوا والحمله مازال مستمره حتى تولي كازا مدينه نقيه. حملة النظافة التي قادها شباب المدينة الذين فاق عددهم 10,000 شاب مبادرة كان المبتغى منها تغيير واقع نقط سوداء تنتشر فيها الأزبال في المدينة، أزبال خلصت اسم الدار البيضاء من البياض، 16 شارعا موزعا على 16 منطقة همتها حملة النظافة التي شملت أيضا عمليات رسم على الجدران، صباغة للأرصفة، زراعة للأغراس أيضا. الشباب كل شيء عليهم، المستقبل هما الشباب، وما حنا مشينا اللي الله عطاه وداك الشيء زين، داك الشيء زين، النظافه زين، الله يعطيكم الصحه. الباساج كان ما فيه ما يتهف، هاد الايامات ولا زوان، ديك السيمانه الاخرى ولا زوان، ولا فيه الالوان كيف ما كنشوفوا دابا، ولا نقي، ولا ازبال ما بقاوش. الناس من راسهم ولاو كيحافظوا على النظافه ديال الحي ديالهم، ولاو كيبغيو انهم يحافظوا عليه ويبقى بحال هكاك بالصوره اللي خليناها لهم حنايا، واللي عاونونا هما بها الصوره باش نخليوها لهم، ولاو باغيين انهم يحافظوا عليه باش يبقى بحال هكاك. وهذا هو الهدف ديالنا، كان هو ان الناس بيديهم يحافظوا على الحي ديالهم. حملة بيوبيك كازا تبقى نقية مستمرة من خلال التحسيس وترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الأحياء، وفي خطوتها المقبلة يستهدف شباب مغاربة ونفتخر شوارع وأحياء مختلف الملحقات الإدارية في مختلف مناطق من الدار البيضاء.